الآن اللي ربنا مكرمه يحرص على صيام الاثنين والخميس خصوصا هاي الأيام، زي ما كانت أم تقول أيام الزيت أصبح تمسيد رحمها الله، يعني أيام الشتاء ربيع المؤمن طال ليله وقصر نهاره. فاثنين وخميس هاي الأيام هاي ما بتتغلب بالمرة في الصيام، ما بتتغلب. طيب نسمع الآن باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. نعم، حديث التالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أها، إذن هاي الأمر الثاني، أن الأعمال تعرض على الله فيعرض عملك وأنت إيش؟ صائم. حديث التالي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. يتحرى، إيش يعني يتحرى؟ يحرص و يتقصد، يتقصد ويحرص عليه الصلاة والسلام على صيام الاثنين والخميس. وللأسف أحد أساتذة الجامعات بخاطف الطلاب اللي هم أصلا بحاجة للصيام، مش اثنين وخميس، خمس أيام بدهم يصوموا، خمس أيام الدوام من الأحد للجمعة، من كثر الفتن اللي في الجامعات. قال لهم: والله أنا ما بقول لكم أنه السنة صيام الاثنين والخميس، لكن بدكم تصوموا صوموا. يا رجل، ما أنت قاعد بتخاطب في شباب يا رجل، بتقول له يعني مش أكيد، مدال ما ترغبهم يا رجل. حكم شرعي زي هيك احتفظ فيه لنفسك، لا تفتن لنا الشباب. بدل ما تقول لهم: والله يا شباب أنا بنصحكم، صرتوا مبتلين وجيتوا على هالجامعة، فبنصحكم عشان تحافظوا على دينكم تصوموا من الأحد للجمعة، لا الخميس، جمعة إجازة ما أنتم مش جايين، من كثر ما هم لازم يصوموا. جاي تقول لهم ما في داعي تصوموا؟ أو أنا بقول لكم مش إنه ممنوع، بس أنا ما عندي وثاق. كلام فاضي وفارغ، لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية ولا من الناحية التربوية.